بونجور الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. و فيديو اورخينتي عاجل، ردوا البال، راه الحمله وصلت، رجعت كتوصل سان بويبلو اخوتي، يعني اللي ساكن في شي بويبلو يحاول ما يخرجش، الا ما عندوش الوراق عنده المشاكل ولا ما عندوش المشاكل يحاول ما يخرجش، حيت كيهزوا بالخضر باليابس البارح بالليل واليوم بالنهار. ناس نزولوا هاد اللعيبه. دابا بيان بلات البارح بالليل اخوتي واليوم بالنهار كانت واحد الحمله هنايا، هنايا فين ساكن انا، في واحد الريدوندا هنايا، كانوا باترويات ديال الموسوس والناسيونال، اللي كيدوز كيشوفوه سترانخيرو شبر اليمين، شبر اليمين، ارى الوراق ديالك، ارى كدا ارى كدا ارى كدا، مازال خا يجبر ما عندكش الوراق. دابا شنو كنت كنعمل انا شحال هادي ملي كانش عندي الوراق؟ كنت كنشبر، كيوقفوني المخزن كنشبر شهادة السكنة كنعطيها لهم، كيبقى يضربوا ايضا حيت شهادة السكنة فيها النمرة ديال الباسبور، كيضربوا عليا، اسكت الله يحرق بابك ديرو فالسو، كيضربوا عليا طنطن بالنمرة ديال الباسبور، كيجبروا بلي ما عندي حتى مشكل، كيقولوا لي وصافي مشي بحالك. هادو لا، الناسيونال ما معاهمش اللعب، شهادة السكنة ما معاهاش اللعب، يعني هنايا الناسيونال ما تقوم توريهم شي شهادة سكنة، توريهم شهادة سكنة قطع لك في وسط وجهك ويديك يقول لك يلاه معانا، فهمتي؟ لهذا اخوتي من الاحسن الواحد يتجنب الخروج بزاف هاد الايام ولا هاد الشهور ولا، فهمتي؟ راه قضيه صعيبه في طيف الله، اللي ما خصوش يرجع المغرب ولا اللي خصو يرجع المغرب يمشي يخرج ويدور هو وزهرو، طاح في شي واحد معكس اجبر راسو في المغرب والله في الجامع. نتمنى من الله ما توقع حتى شي واحد، حتى صعيبه تكون عايش في واحد، عايش في واحد الطريقه وتعود المغرب ترجع للطريقه القديمه اللي كنتي ما حملاش اصلا، ما عندكش معاها مره، يعني عايش دائما في القهره، دائما كنتي مثلا كتبيع في السوق تجبر المخزن كيتعدى عليك، مشيتي لشي بلاصه تجبر المخزن كيتعدى عليك، طلعتي للكامبو تفرج تجبر المخزن كيتعدى عليك فيما مشيتي، علاش؟ هذيك الدوله مخزنيه، المغرب دوله مخزنيه بلا ما يدوخنا بنادم يقول لك لا المغرب احسن بلد في العالم، هي احسن بلد في العالم مش من ناحيه، من ناحية الناس اللي حاكمين البلاد، الناس اللي بغيتي تعمل لاباس تمشي ترشح وعمل انتخابات وخسر الفلوس باش مرايدك تربح الفلوس، الا خسرتي الفلوس وكدا وعملتي شي حاجة انتخابات وكدا وترشحتي وطلعتي تينا الرئيس راه غتربح الدوبلي 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 اللي خسرتي، ما تخافش من هادشي هذا، الا دخلتي السياسة غتربح في المغرب كنضلكم ماشي في شي دولة أخرى، شي دولة أخرى الله أعلم. المغرب من احسن بلدان في العالم، اتفق معاكم، بلد واعر، ولكن الناس اللي عندها الفلوس، اما الناس بوبريين في حالي وفي حال بزاف ديال الناس ما عندهم ما يعملوا في المغرب، من احسن ما يهودوش المغرب، من الاحسن يتجنبوا هادشي هذا اللي واقع دابا، الحمله اللي واقعه دابا وهادشي اللي كاين. نتمنوا من الله خير، فيديو قصير اورخينتي، نتمنى يبارطاجا على النطاق، اي واحد عنده شي صاحب هنا في اسبانيا صارد له هاد الميساج، دابا راه وصلوا كيدخلوا حتى عند بنادم، قلت لكم اخوتي دابا رجعوا كيدخلوا على بنادم من الدار، واحد خانا دخلوا عليه من الدار هاد الصباح هذا، المهم هذاك نقولوا مثلا كيبيع مثلا الحشيش وكدا وهادي دخلوا عليه، واحد خانا اخر ماشي في هاد بويبلو، هذا بويبلو واحد بويبلو حدانا دخل عليه، دخلوا عليه هاد الصباح هذا عاوتاني ما جبروا عنده والو، المهم جات شي تبركيكه قال لك لا حتى هو كيبيع ويشري الحشيش وكدا وهادي ما جبروا عنده والو، ولكن داواه واخا ما هو بلا وراق لا والو ما عنده لا حتى شي مشكل، حيت هنا الناس كتعرف كيفاش كتعامل، الناس اللي عندها المشاكل هادوك بلا كيشبرك يديك كيبصمك، ما كيبصمك شي واقيل كيضربوا عليك هي بالفا، يعني الفا يعني كيضرب في الرادار، كيعرفوا باللي انت عندك المشاكل، يلا معانا بام بام. الطياره الاولانيه يا خوتي تجبروا راسكم في مليليه ولا في سبته ولا في طنجه، هادو ثلاثه بلايص اللي كيديهم، فهمت؟ اللي كيديهم طيار، يعني الطياره الاولانيه تجبر راسك في المغرب، ونتمنى ان اي واحد، نتمنى حتى شي واحد هو هذاك عفوا، وهادشي اللي كاين والله يرزق الصحه والسلامه، وهذا الفيديو هذا نتمنى يتبارطاجا باش بنادم يعرف فين ماشي، وشهاده السكنه ما كتاكلكش مع البوليس ناسيونال، غتوريهم الباسبور يعرفوك مغربي عيديوك، الا داوك وبصموك راه يعرفوك مغربي عاود، علاش؟ حيت المغرب ديالنا باع البصمات ديالنا اسبانيا والاتحاد الاوروبي كامل، فرنسا اسبانيا اي دوله مشيتي اوروبيه واخا ما تكونش مبصم فيها
راه غادي يعرفوك يعرفوك ماين، فهمت؟ علاش؟ حيت الدولة ديالنا باعت الباسامات ديالنا، يعني أي واحد عنده لاكارت ولا عنده الباسبور راه وعمل الباسامات في المغرب، راه طلعت اسبانيا غادي يبصموك يعرفوك شكون وشكون ولد فلان وولد فلان وولد فلان. هادشي هذا تباع شحال هادي، يعني المغرب شبر البصمات ديالنا وباعوهم من الاتحاد الاوروبي بمبالغ ضخمه، مبالغ خياليه، باش مثلا الا شبرك وكذبتي عليه، مثلا قلت له انا سوري ولا انا فلسطيني ولا انا جزائري، باش ما يرجعكش حيت ما عندوش حتى حجه عليك. شحال هادي كانوا كيعملوا هيدا، مثلا كيشبروا اي واحد ما عندوش الوراق كيقولوا انا جزائري، كيمشي كيبصمك كيعمل كتب عليك باللي جزائري، كتطيب مثلا كيقول لك نيس، ما كتقول له الشجره ولد الحجره، نورمال حيت هما عندهم هادشي عادي، فهمت؟ تقول له الشجره ولد الحجره يكتب لك الشجره ولد الحجره، تقول له ميكرو تقول له انا ميكروفون يكتب لك ميكروفون، الاسم تقول له اسمي انا هيدا وخلق في الجزائر، حيت ما عنده حتى شي بروف عليك. اما ملي غادي دابا ملي باعوا لهم بصمات وداك الشيء تكذب عليها غتحصل، غيديوك غيبصموك غتطلع لهم في الليسته انت الاولاني فلان 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 فلاني ولد فلان فلاني، مرحبا بك عندنا في كوميساريا ناسيونال. هادشي اللي كاين اخوتي، كيبصموك كيتعرفوك شكون، جبرو عندك شي مشاكل مثلا في الخويص، عندك شي مشاكل فلان فلان، ما عندك شي مشكل راه غادي يسردوك، ما عندك شي مشكل حتى هما غادي يسردوك انت وزهرك، ما كذبش عليكم اخوتي، راه سردو بنادم من هنايا، بنادم اللي كيقول لكم لا غير اللي عنده مشاكل كيسردو، راه كيكذب عليكم اولا ما عارفش الحقيقة كاملة، جوج من الحاجات، ما قدرش يقول لكم كيكذب عليكم، ما قدرش يقول لكم ما عندوش الحقيقه كامله، حيت يقدر مثلا هاد الشخص اللي عمل الفيديو كيهضر على المنطقه اللي فين هو ساكن، اما انا اللي عشته واللي شفته واللي سمعته راه كيدل باللي بنادم ما عنده حتى شي مشكل وكيسردوه هنا البلاد. لهذا اخوتي ردوا بال، والله يسهل المصاعب على الجميع، والسلام عليكم. كان معكم اسامه الطنجاوي من قلب الحدث من برشلونه، تهلاو في راسكم.